المصريين نشوف ارائهم النهارده في الكابيتانو. خلينا نشوف ايه اللي انت حاسس النهارده وانت جاي تشجع اللاعب حسام غالي النهارده في ماتش اعتزاله. والله انا مصدوم من القرار بتاع الكابتن حسام غالي. الكابتن حسام غالي احنا صحينا لما بنلعب كوره بصراحه. والله انا اللي مصدومه لان انا ما اعرفش ان ده خبر صادم للناس. انا متخيله ان دي حاجه عاديه جدا وانا سعيده بحب الناس للراجل ده وده كان اول مره قبل امبارح وفعلا حد روحه رياضيه جدا وحد جميل من حق كل الشباب اللي تعرفوا ان هم يزعلوا عشانه. منتخب مصر خسر الكابتن حسام غالي. منتخب مصر خسر الكابتن حسام غالي. لا ما اعرفش السؤال ده بتساله ليش تساله ايه يا معلم؟ عايزين نقول حاجه واحده بس ان منتخب مصر والنادي الاهلي وحسام غالي من ضمن اللعيبه المعدوده في مصر اللي عندها غيره عندها نقل وعندها انتماء للنادي سواء النادي او اللعيبه. ان شاء الله ان احنا نشوفه في الاداره ويكون ماسك منصب لبيسيرا وان شاء الله يكون رئيس نادي كبير. حضرتك احنا جايين طبعا نشوف حسام غالي. اولا احنا يعني فرحانين ان احنا نشوف مباراه اعتزال وفي نفس الوقت زعلانين لاعتزال واحد قيمه زي حسام غالي قائد في الملعب بمعنى الكلمه بيدي روح للعيبه. حسام غالي انا كنت بشوفه دايما في التدريبات يعني لعيب بمعنى الكلمه يدي رساله لكل اللعيبه اللي هم الصغيرين في التزامه في روحه في 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 اصراره في الملعب. فاحنا بنقول كلنا شكرا. احنا جمهور الاهلي بنقول شكرا لحسام غالي وبنتمنى ان انت تكون دايما موجود في النادي الاهلي لان انت بره النادي الاهلي او جوه النادي الاهلي بتبقى قيمه للفرق. وشكرا حسام غالي. شكرا حسام غالي. شكرا المشجعي والترس النادي الاهلي. شكرا لكل حد بيشجع. شكرا بجد ناس روحها جميله